أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. ثاني حلقة من حلقات عاشوراء بين التنظير والتطبيق. دعونا نبدأ من الأس، من الأصل. كثير ما نقرأ في الزيارة: أنا ولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم. هذه نظرية، هذا مشروع النظرية الإسلامية في خط أهل البيت عليهم السلام. كيف نطبق هذه النظرية؟ منذ البداية حالة الخلل ليست موجودة في قضية عاشوراء فحسب، وإنما قضية عاشوراء نموذج من النماذج التي وقع فيها الخلل في تطبيقها. ما هو أثر هذا القول؟ عندما نردده: سلم لمن سالمكم، حرب لمن حاربكم. ومدى تفعيل هذا القول في حركة الواقع؟ إن خط التولي والتبري تقتضي موالاته سلام الله عليه، والبراء من أعدائه، من أعداء الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا العنوان على مستوى التنظير موجود عند كثير من الناس، لكن الذي كان حاضرا في الواقع ليطبق هذه النظرية كان يعني في هذا الوسط الرقمي نيفا و70. الذين طبقوا نظرية سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم، هل هناك شبهة في تحقيق هذا خط التولي والتبري في ذلك الوقت؟ هل يمثل إمام الأمة الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام الذي هو امتداد للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل هناك شبهة في أنه يمثل هذا الخط حتى يتخلى عنه كثير من الناس؟ فأين الخلل؟ وهو الإمام المعصوم مفترض الطاعة،
من سمع واعيتنا ولم ينصرنا أكبه الله في النار على منخري. كم من الذين سمعوا واعية الإمام سلام الله عليه وتخلوا عنه. فخط التولي والتبري من الأصل يقتضي هذا الخط موالاته سلام الله عليه والبراء من أعدائه. ومعنى ذلك أن يوالي الإنسان المؤمن أنصار الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام متعاطفان. هذه الحالة العاطفية في حركة عاشوراء، هذه الدمعة الجارية على صحن خد المؤمن في أيام عاشوراء، هذه لها بعد غيبي، هي تحفظ الإسلام وهي مطلوبة، لكن هذا الجزء من التطبيق لقضية عاشوراء جزء ناقص. إذا لم توظف هذه الدمعة في تحريك أهداف عاشوراء ومفاهيم عاشوراء ومواقف عاشوراء وكلمات عاشوراء، إن شاء الله في الحلقات القادمة أبين أن من الخلل الذي ذكرناه في الحلقة السابقة البارحة هناك ثغرتين في عملية الفصل بين التنظير والتطبيق، ثغرة الفهم وثغرة الإرادة. أحيانا يكون الفهم فهما خاطئا لحركة عاشوراء ولمقتل الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. سأشير أن هناك بعض الكتابات من الذين كتبوا في سيرة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام وحللوا واقعة كربلاء كانت كتاباتهم يعني شبه تحريفية لأهداف خط الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، حينما اختزلوا أن حركة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام من المدينة إلى كربلاء لشهادته وشهادة أصحابه وشهادة أهل بيته، قال لأن ينقذ الشيعة من النار. هذا هو خط الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. وقضية المعراج التي عرج النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم حينما رأى أصنافا وألوانا من العقاب الأخروي في بعض الذنوب، هل الدمعة على الإمام الحسين تمسح هذه الذنوب بالفعل حقيقة أو لا؟ ومتى؟ إذا كان كذلك انتفى التكليف الإلهي أيضا، إذن ما يحتاج نكلف أنفسنا بعد ونصلي ونصوم لأن دمعتنا على الحسين عليه الصلاة والسلام تحط الذنوب العظام. ليست الصورة بهذه الكيفية. هذا هو الفارق في حضور مآتم الحسين عليه الصلاة والسلام الإمام الخميني عندما يجلس تحت منبر الحسين تجد بكاءه تقول كأنه الثكلى، كل جسم يهتز من البكاء. حتى في محضر بعض العلماء الذي نقلوا عن الإمام الخميني، وكان هذا المجلس عقد على الزهراء سلام الله عليه، الخطيب الحسيني قد فصل في قضية الزهراء سلام الله عليها وقضية الهجوم على الدار، حتى قال أحد العلماء إلى الخطيب أن يتوقف خوفا على الإمام الخميني من أن يتوقف قلبه من شدة تفاعله وبكائه. لكن دمعة الإمام الخميني غيرت مجرى التاريخ بكله. بسبب ماذا؟ بسبب فهمه
لعاشوراء بسبب فهمه للإسلام. عندما يأتي ليتحدث عن الصلاة والآداب المعنوية عن الصلاة يقول الصلاة سياسة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، مو المنكر فقط، هذه الذنوب التي بين الإنسان وبين ربه، حتى الذنوب التي بين الإنسان وبين المجتمع، بين الحاكم والمحكوم، عليه أن ينكرها بالوسائل الممكنة، أن يوظف الوسائل الممكنة، أن يصنع الوسائل من أجل إسقاط ذلك المنكر في كل عصر وفي كل زمن في كل مكان. فالحياة الإيمانية للإنسان المؤمن الحسيني توجب عليه أن يشخص ويحدد خطه الفكري والسياسي في المجتمع وموقفه إزاء الحق والباطل. لا يوجد خط وسط بين الباطل وبين الحق. الجالسون في البيوتات الذين لا ينصرون المستضعفين والمظلومين والمضطهدين والمضطهدين تحت أي عنوان، هم في الواقع يقفون مع الباطل بصورة غير مباشرة. هذا الذي أشار إليه الإمام الخميني عليه الصلاة والسلام، أن الذي دفع إلى مقتل الحسين فئتين، فئة كثرت الجمع لقتل الحسين، وفئة تخاذلت حتى جعلت من شوكة الظالم وشوكة يزيد بن معاوية شوكته الأقوى، فقتل الحسين. الآن أشير إلى التساؤل الذي دائما وأبدا في خطابات عاشوراء على لسان ولي أمر المسلمين السيد الخامنئي أعلى الله مقامه الشريف، يريد أن يحرك هذا التساؤل مدى الزمن وعبر التاريخ. وألا يبقى هذا الإنسان المؤمن حيالها حيال قضايا الحق وقضايا الباطل محايدا لا إلى الحق ولا إلى الباطل. في الواقع ما في حياد. يقول أنا متعاطف مع المعتقلين، أنا متعاطف مع الشهداء، إن كنت ترى أن الشهداء على حق فعليك أن تنصر خطهم وتنصر أهدافهم وتحرك الأوضاع من أجل تحقيق أهدافهم. هذا هو التطبيق. التعاطف نظرية لا قيمة لها. كذلك تعاطفك مع الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام وبكاؤك على مظلومية الإمام الحسين لا يكفي في خط نصرة الإمام سلام الله عليه، بل يتبع الحق، عليه أن يتبع الحق، واتباع الحق له مقتضيات عملية، ويمتثل أمر ولي الله أمر الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، ويكون خصما وعدوا لأعداء الدين والإمامة والزعامة الصالحة لأئمة الهدى سلام الله عليه. وبلاغ عاشوراء في رسالته، من يريد أن يطبق عاشوراء هو أن لا تكونوا غير مبالين بما يجري في ميادين الصراع بين الحق والباطل. نحن نقرأ الخبر عن العدوان السعودي الصهيو أمريكي على اليمن، ما هو موقفنا؟ مطلوب من الشعوب
مطلوب من الإنسان المؤمن، مطلوب من أتباع الإمام الحسين أن يحددوا موقفهم. هو ألا تكونوا غير مبالين بما يجري في ساحة وميادين الصراع بين الحق والباطل في كل زمان وفي كل مكان، بل انهضوا لنصرة الحق ولموالاة ولي الله. ماذا يريد منا الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام؟ نحن عندما نرفع شعار عاشوراء للإسلام، عاشوراء للوحدة، عاشوراء للإرادة، ستبقى هذا الشعار يبقى نظريا، كيف نحركه في حركة الواقع؟ للإسلام بمعنى أن أحرك كل قضايا الإسلام في أيام عاشوراء، وليس في أيام عاشوراء، ولكن عاشوراء محطة لمراجعة النفس. الفرد يراجع نفسه والأمة تراجع نفسها بمواقفها تجاه عاشوراء. وتبرؤوا من أعداء الباطل المخالفين لأئمة الحق، لا أن ننصاع وراء أجهزة الظالم. اليوم أقرأ في خبر، شوفوا السلطة كيف، يعني أحيانا الظالم يحرك بعض المفاهيم في العنوان العام، الناس لا تستسيغ هذه العناوين فتحركها بعناوين أخرى فتستسيغها. أنتوا قاطعتوا اللحم صحيح؟ كانها قضية مصيرية وقضية، وتركنا القضايا الأساسية وأهدافنا الرئيسية. يمكن اللحم والدجاج يحرك الأمة بعد بدل الأعراض، لكن بعض المآتم السلطة استطاعت أن تشتري اللحوم بخزينة الأوقاف الجعفرية وتوزعها على المآتم، واخذوا المآتم ياخذون من الأوقاف بعض المآتم. لاحظوا السلطة، لاحظوا الظالم كيف يحرك بعض العناوين. مو انتو قدتوا حملة لمقاطعة اللحم، مهم السلطة عندها أجهزة استخبارات وأجهزة دراسات نفسيات الناس وأجهزة كيف يضعون الشعب في حالة من الضعف ويحركون مفاهيم أخرى فيشترون اللحم بهذه العناوين. وتبرؤوا من أتباع الباطل المخالفين لأئمة الحق حتى لا تكون الشهادة التي تعطونها في زيارة الأربعين وعاشوراء شهادة حق، حتى تكون هذه الشهادة شهادة حق وصدق بالفعل. سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم. لا شهادة شعار وكذب والعياذ بالله. إذن لماذا هذا الانسحاب من الساحات؟ انتهت رخصة الظالم في المسيرات المرخصة بالآلاف الذين كانوا يحضرونها، انتهى الآلاف من الساحات. الإمام الحسين لم ينزل ساحة المعركة برخصة من الظالم. ما هو سبب انسحاب الآلاف من الساحات؟ في خطاب الإمام الحسين: الناس عبيد الدنيا.
يبغى يخرج في مسيرة يطالب بحقوق وكرامة، يبغى يكون في ساحة من الرعاية، في حالة من الأمن، في حالة من السلم، حتى ما يصيد أذى، ما يصيد ضربة هوز، ما يصيد ضربة سياط، يخشى من السجن، يخشى من الاستبعاد. فما قيمة الآلاف الذين تحركوا في المسيرات إن كان حضوركم بإذن من الظالم؟ أحد المفردات التي ينبغي أن تتحرك في عاشوراء هو إذا كان الظالم يريد منك أن تنسحب من الساحات أن تثبت وجودك. ولذلك تخلى الناس عن الإمام الحسين. النظرية الإسلامية كلها الإمام الحسين سلام الله عليه بكله وبشخصه كان حاضرا بينهم، تخلوا عنه. الناس عبيد الدنيا والدين. اليوم ما حد يتكلم، يمكن بعضهم في الشاشات التلفزة، بس شكون يحاول يكون بعيد شوي عن بعض حتى لا يصيد أذى. وأما في الساحات فقد انسحبوا. فإذا محصوا بالبلاء قل الديان انسحبوا من الساحات، مو مستعدين للمواجهة، مو مستعدين لأن يكسر الظالم الذي قال في حقه الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام: ومثلي لا يبايع مثله. إذ بليت الأمة براع، ما قال يزيد، قال مثل يزيد. شوفوا خطابات الإمام الحسين، ما يتكلم عن يزيد وشخص يزيد، يتكلم عن يزيد كل عصر أمثال يزيد، ويتكلم عن أمثاله سلام الله عليه. ومثلي من يسير على خطي، من يريد أن يحيي عاشوراء عليه أن يعبئ الجماهير للثورة على الظالم، أن يكسر شوكة الظالم، هذه هي عاشوراء. إن الله تبارك وتعالى يعطي كل إنسان بحسب درجة إيمانه، كلما كان إيمانه قويا فقد فاز بتلك الدرجات العلى. أما الإنسان الذي يسمع، يعني مثلا على سبيل المثال في أبو صيبع، هكذا تنقل الإخوة في مواقع التواصل الاجتماعي على الواتساب، أن امرأة خرجت إلى المرتزقة وهم ينزعون السواد، قالت لهم كلمات: تخشون من قطعة قماش سوداء؟ المفروض مو المرأة اللي تخرج، المفروض الجماهير كلها تهب وتواجه الآلات القمعية، ولتحول عشرة محرم إلى ساحة كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء. الارتباط بأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام والبراءة من أعدائهم واجب ديني، مو شعار، مو نظرية نتحدث بها، وإنما مشروع عمل، جهاد ومقاومة. لا يقف عند حد الشعار والقول تنظير، وإنما في السلوك والعمل في التطبيق.
هذه البراءة والولاية ربما تقود المؤمن الملتزم إلى ميادين الجهاد والمواجهة. في بعض الأوضاع هناك عملية سياسية تكون المواجهة فيها مواجهة سياسية، في أغلب الأوضاع هناك مواجهة إعلامية وحقوقية، هذا جهاد إعلامي وجهاد حقوقي. أما حينما يصل الأمر إلى حد هتك الأعراض والحرمات يتحول الجهاد السياسي إلى جهاد دفاعي ثوري مقاوم متحرك في الساحة من أجل الدفاع عن الحرمات والأعراض، حتى لو قتلت فأنت شهيد. ربما قادت المؤمن الملتزم إلى ميادين الجهاد أو إلى الشهادة في سبيل الله. يقول السيد الخامنئي أعلى الله مقامه الشريف في كتابه دروس عظيمة من سيرة أهل البيت، يقول: نتساءل الآن لماذا صدق الناس أجهزة الحكومة الظالمة؟ لماذا صدق الناس أجهزة الحكومة الظالمة؟ أن الإمام الحسين هو من الخوارج الذي ينبغي قتله، الذي يجب حربه، بينما الخارجي في المفهوم الإسلامي، في الفكر الإسلامي، هو كل من خرج على 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 الإمام العادل، على إمام زمانه، فلعنة الله عليه. تحول الإمام العادل من الإمام الحسين إلى يزيد. شوفوا المفاهيم كيف يعبث بها الظالم، كيف يحركها. فكلما دخلوا منزلا من المنازل قالوا: هؤلاء خوارج، وحاربوهم. يقول السيد: لماذا صدق الناس أجهزة الحكومة الظالمة والتي كانت تقول كل ما تشاء؟ لماذا بقي الناس ساكتين؟ سيد الخامنئي يقول: فاجعة منا التي حصلت لولا الجمهورية الإسلامية لانطفأت القضية، غيب من غيب، استهدف من استهدف، اغتيل من اغتيل، والقضية تنتهي. وكان ينبغي من الأمة التي تحيي عاشوراء الحسين عليه الصلاة والسلام ألا تمرر هذه القضية مرور الكرام. وكان من المفترض على الأمم، على الشعوب، أن تحرك هذه القضية، مو تطالب مطالب هزيلة يتراجع الناس عند أول تحد لها مع النظام الظالم وتنسحب من الساحات. سكوت الناس كان بسبب هاتين الثغرتين اللتين فصلتا بين التنظير وبين التطبيق. ثغرة الفهم وثغرة الإرادة. إن شاء الله ليلة غد أتكلم كم من الناس ومن الشيعة
الذين استقبلوا مسلم بن عقيل وكيف خذلوه، بقي وحيدا لوحده. أين الشيعة الذين يلطمون على الصدور، الذين يبكون في المجالس الحسينية، الذين يخرجون بالملايين الحسين؟ أين هم من قضايا الحق التي أرادها الإمام سلام الله عليه وأرادها الأئمة الطاهرين أن تتحرك في أوضاع الناس؟ وبسبب الإرادة المنهزمة عند الناس، هذه ثغرة وثغرة الفهم، ينبغي أن نعالج هاتين الثغرتين لننتقل إلى تطبيق عاشوراء تطبيقا صحيحا. كم من السنوات ورد في الحديث عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أن الحسين عليه الصلاة والسلام قال من ضمن خطبه أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من رأى منكم سلطانا جائر. ما هي وظيفتكم اتجاه هذا السلطان الجائر؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وآله قال: إذا رأيتم معاوية على منبري، هذه صراحة من النبي وهو قول النبي صلى الله عليه وآله على لسان الإمام الحسين الإمام المعصوم، فابقروا بطنه. إذا رأيتم معاوية على منبري فابقروا بطنه، فلم يبقروا بطنه فابتلاهم الله بيزيد. احنا كم يزيد الله ابتلانا به؟ وهذا اليزيد العصر كم سنة بقي جاثم على صدورنا؟ أين قضايا عاشوراء؟ أين مفاهيم عاشوراء؟ أين كلمات عاشوراء؟ ستجدون الغالبية من الناس في حالة السلم وفي حالة الأمن يتحدثون ويرفعون شعارات الثورة والنهضة والمقاومة والمواجهة، ونحن لسنا نحتاج إلى هذه المفاهيم في السلم وفي الأمن. نحن اليوم نحتاج في مواجهتنا مع الظالم، أين هي تلك الشعارات؟ اليوم الشعارات التي يريدها الظالم هي التي تتحرك. عاشوراء للسلام، شو عاشوراء للسلام؟ السلام مع الظالم؟ لو السلام فيما بيننا، وهل يطبق فعلا السلام يعني أشداء على الكفار رحماء بينهم؟ وهي النظرية القرآنية كيف تطبق اليوم؟ أشداء على الظالمين، لو في حالة من السلام والسلم مع الظالمين، ليعيثوا في الأرض الفساد. فقضية عاشوراء تجلى فيها هذا التكليف الديني ووجوب الجهاد على الظالمين، وأعداء الأمة فرض ديني على الجميع. احنا مشكلتنا عبأنا أنفسنا بمفاهيم مغلوطة عن فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقلنا أن فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة كفاية، واجب كفائي، إذا قام به البعض سقط. لا لا يسقط. من قال يسقط؟ من قال يسقط؟ كل الفقهاء يتكلمون على أن الواجب الكفائي إذا قام به البعض من به الكفاية، من به الكفاية، إذا ارتدع الظالم عن ظلمه يسقط عن الباقين.
إذا ارتدع المعتدي عن اعتدائه وأرجع الحقوق المغصوبة للمظلومين يسقط عن الباقين. إذا بقي الظالم في محله يتسلط على خيرات الأمة وعلى رقاب الشعوب، التكليف باق عينا على كل واحد، والكل متعين عليه هذا الفرض وهو واجب عليه. مو يدخل البيوتات، مو يهجم على النساء والأطفال وروع النساء ويهتك أعراض النساء، وإحنا نقف نروح نشتري خبز ونروح الملاعب ونروح المقاهي. هذه ليست عاشورة. هذا الجهاد هو الضامن لعزة الإسلام ولعزة المسلمين، وهو واسع جدا. هذه المساحة واسعة جدا. ولا ينال المؤمنون العزة إلا في ظلال الجهاد. تفضلوا، هذه هي الجمهورية الإسلامية مع الحرب الشعواء أكثر من 30 عام، ويريدون قتل السيد الولي الخامنئي. لم تكترث، فعملت على تطبيق الآية الكريمة وأعدوا لهم ما استطعتم. هذا الاقتدار وهذه القوة ليست في 2-3 سنوات و4 سنوات، بل هذا الاقتدار تم استعداده والإعداد له قبل ثورة الإمام الخميني أعلى الله مقامه الشريف. عمل على تربية هذا الشعب الذي يأبى الخنوع ويأبى الانكسار ويأبى الركوع والخضوع للظالمين والمستكبرين. ماذا يقول الإمام الخميني؟ أختم بها الحديث. في الحلقات القادمة ألفت نظركم كيف ينظر الإمام الخميني إلى عاشوراء الذي حركت ثورته المباركة إزاء الشاه وأسقط الشاه، وكيف قرأ الآخرون من العلماء والفقهاء عاشوراء فجعلوا الناس يبكون في الحسينيات دون أن يحركوا ساكنا. هناك اختلاف في المدارس السياسية بين الفقهاء والعلماء. هناك المدرسة الثورية وهناك المدرسة الأخرى، مدرسة تقليدية. يقول الإمام الخميني أعلى الله مقامه الشريف: حربنا حرب العقيدة. ترى حزب الله مو حزب الله فقط هذا اللي موجود في إيران الذي أنشأه الإمام الخميني، لا، هذا واحد من حزب الله فقط. الإمام الخميني أنشأ أكثر من حزب لله على مستوى العالم. حربنا حرب العقيدة، وهي لا تعرف الحدود ولا الحواجز الجغرافية، ويجب علينا في حربنا العقائدية. عاشوراء قضية عقائدية فكرية، ويجب علينا في حربنا العقائدية أن نعبئ لها التعبئة العظيمة من جنود الإسلام في العالم. لا أتوقف عند المعطيات الواقعية والظروف الواقعية وأقول أن ظرفي
متعلق بالظرف الإقليمي، وأقول أنا ما أستطيع أن أحرك ساكن لأن النظام عنده القوة وعنده العدة وعنده العتاد وعنده وعنده. الشعب الإيراني ما كان يملك سلاحا، كان يملك روح العزة والكرامة، كان يملك جذوة نار في قلبه تحت عنوان الإرادة الفاعلة والمؤثرة. عند ذلك تحرك لامتلاك السلاح وأسقط الشاه. فلذلك إذا أردنا أن نبحث في الحلقة المفرغة أو المفقودة بين التنظير والتطبيق، علينا أن نركز في هاتين الثغرتين، ثغرة الفهم لقضية عاشوراء وثغرة الإرادة. أطلعكم إن شاء الله في الحلقات القادمة أن هناك قراءة من بعض الرموز في البحرين، لذلك تجدون بعض الرؤى مختلفة في العمل السياسي. كيف يقرأ قيادات ورموز خط الممانعة لقضية عاشوراء وحركة الإمام الحسين الثورية، وكيف يقرأ الآخرون من الرؤى المختلفة السياسية الحسين وحركة الحسين وثورة الحسين ونهضته، بسبب الفهم هذه الثغرة وبسبب الإرادة الثغرة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وآله الطاهرين. إذا في ملحوظات، في مداخلات، في إضافات، استفيد منكم بعد. تفضل. بس عاد هذا المقطع اقطعوه يعني من التسجيل. تفضل. محمد الله صل على